السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهاري اليوم بالبيت الأبيض بواشنطن. يجري جلالة الملك في هذه الأثناء جلالة الملك محمد السادس مباحثة مع رئيس الأمريكي باراك أوباما، تناولت الدعم الأمريكي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المغرب وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. كما تبادل جلالة الملك ورئيس الأمريكي وجهات النظر حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقرير يوسف الحميدي. مغاربة أمريكا حلوا بالمئات لاستقبال جلالة الملك محمد السادس قبيل دخول جلالته البيت الأبيض. حدث كبير عاشه البيت البيضاوي جلالة ملك المغرب في ضيافة الرئيس أوباما في أول لقاء بين قائدي البلدين. اللقاء يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الرباط بواشنطن، وعلى طاولة المباحثات بحث تعميق الشراكة الاستراتيجية وتنمية العلاقات الاقتصادية ومواجهة التطرف العنيف ودعم الانتقال الديمقراطي ودعم التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا. الرئيس الأمريكي باراك أوباما جدد دعم واشنطن للإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي تبناها المغرب، مقدما نموذجا يحتذى على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط. البيت الأبيض كان استبق وقبل ساعات لقاء جلالة الملك بالرئيس أوباما بتجديد دعم الإدارة الأمريكية لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، بعد أن وصف هذا المقترح بالجدي والواقعي والجدير بالثقة، مضيفا أن مقترح الحكم الذاتي يستجيب لتطلعات أبناء الصحراء. وللمزيد من الضوء حول هذه المباحثات بين قائدي البلدين ينضم إلينا لحظة مباشرة من واشنطن موفدنا إلى هناك يوسف الحميدي. يوسف، بداية لو تطلعنا على أهم النقاط التي تم مناقشتها في هذا اللقاء الهام بين جلالة الملك ورئيس الأمريكي. نعم هشام، كما تابعنا في الروبورتاج هناك عديد النقاط تهم التعاون الثنائي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بين الرباط وواشنطن. هناك كذلك الدور الكبير الذي تراه الولايات المتحدة للمغرب فيما يخص المنطقة الساحل والصحراء وكذلك منطقة غرب إفريقيا وشرقها المغرب البلد النموذج. ولعل من أهم أو أولى ثمار هذه الزيارة كان الإعلان الذي قام به البيت الأبيض بتجديد الدعم لمقترح الحكم الذاتي. البيت الأبيض أكد وهذا لأول مرة أن هذا المقترح الحكم الذاتي هو مقترح جدير بالثقة، يعني يحظى بثقة الإدارة الأمريكية، وهذه رسالة إلى الأطراف الأخرى التي تحاول الحفاظ على الوضع القائم وتأبيد الصراع حول الصحراء، لأن النزاع حول الصحراء يشكل خطرا على الأمن والاستقرار في المنطقة. لعل من ثمرات هذه الزيارة كذلك توقيع عديد الاتفاقيات في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال دعم برامج التنمية في المغرب. أتحدث هنا عن مذكرة تفاهم لتسهيل ولوج السلع عبر الموانئ في المغرب والولايات المتحدة وقعت أمس، كذلك اتفاقية وقعت اليوم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإحدى المؤسسات الأمريكية الكبرى لدعم الشراكة الاقتصادية بين المغرب. كذلك كان هناك الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن حاضر بقوة خلال هذه الزيارة. كان وفد كبير يرافق جلالة الملك، أجرى مباحثات عديدة تعد بالعشرات طيلة هذه الثلاثة أيام، وهذا يدلل على أن العلاقة بين الرباط وواشنطن تسير في الاتجاه الصحيح عكس ما يحاول البعض الترويج له من أن العلاقة تمر بفترة برود أو غير ذلك. نعم يوسف، عموما كيف كانت نتائج هذا الزيارة الملكية إلى واشنطن، خصوصا وأن جلالة الملك كان مرفوقا بوفد مغربي كبير؟ نعم، وفد مغربي كبير رافق جلالة الملك، وفد عن الحكومة، عن القطاع الخاص، عن المؤسسات العمومية وكذلك عن مجالس الحكامة. أتحدث هنا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأن الأطراف الأخرى كانت تعزف على وتر وتدعي أن المغرب لا يحترم حقوق الإنسان، وهو أمر أوضح الجانب المغربي عديد النقاط أو اللبس. المغرب يحترم حقوق الإنسان سواء في الشمال أو في الجنوب، كما أكد على ذلك جلالة الملك قبل أيام. وهنا يجب التأكيد على أن هذا الوفد المغربي أجرى عديد اللقاءات و
كانت لها ثمارات، استمع الأمريكيون إلى وجهة النظر الأمريكية، ولعل الإعلان البيت الأبيض اليوم عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي هو إنصات أمريكي لصوت المغرب باعتباره الحليف المستقر والضامن للأمن والاستقرار في منطقة تعرف عديد الاهتزازات. هو كذلك بالنسبة لأمريكا شريك اقتصادي يشكل قنطرة عبور نحو أسواق غرب إفريقيا وشرقها، وبالخصوص وأن بين المغرب والولايات المتحدة اتفاق للتبادل الحر ضاعف المبادلات التجارية في 6 سنوات الأخيرة بحوالي 300%. هشام، وهذا يؤكد على أن العلاقات قوية بين الرباط وواشنطن. مفادنا يوسف الحميدي تحدث إلينا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. وقبيل بدء مباحثة جلالة الملك مع رئيس أوباما، أدلى كما سبق وأن أورد قبل قليل مفادنا يوسف الحميدي، أدلى المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني بتصريحية تالي بخصوص موقف واشنطن من مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة. نتابع. بخصوص حل قضية الصحراء، الموقف الأمريكي واضح منذ سنين، فالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وواقعية وذات مصداقية، وهي مقاربة ممكنة ويمكنها أن تلبي تطلعات سكان الصحراء لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة. واليوم في واشنطن، المغاربة المقيمون بالولايات المتحدة نظموا وقفة رمزية أمام البيت الأبيض مطالبين الرئيس الأمريكي بمواصلة دعم مقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء المغربية. من واشنطن هذه مراسلة يوسف الحميدي. أمام البيت الأبيض تجمع 10 المغاربة، رسالتهم واحدة: دعم جهود مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ورفضهم لمناورات خصوم الوحدة الترابية لتأبيد النزاع الإقليمي في الصحراء المغربية. وحنا جينا هنايا باش نأيدوا الحكم الذاتي اللي أمر به سيدنا، وباش ندافعوا على الصحراء، وباش الصحراء ياخذوها المغاربة والصحراويين ويستغلوها المغاربة الصحراويين، ماشي البوليساريو اللي باغيين يشدوها ويسلموها لواحد الدولة أخرى وهي معروفة. حنا فرحانين بالزيارة ديال سيدنا محمد السادس، وصحراء مغربية وغتبقى مغربية، وعاش الملك وعاش المغرب. في الولايات المتحدة 300,000 مغربي ممثلوهم لم يفوتوا لقاء جلالة الملك بالرئيس باراك أوباما لتأكيد المؤكد: المغاربة مجمعون على مغربية الصحراء. وحنا هنا كان باش نساندوا سيدنا محمد السادس وعاش سيدنا، وهنا كنساندوا بان كنقولوا بان الصحراء المغربيه طال ولا قصر الزمان. حنا فرحانين بقدوم صاحب الجلاله محمد السادس، وحنا وراه في الشرف وراه في السراء والضراء، وكلنا الصحراء مغربيه وستبقى مغربيه ان شاء الله. الصحراء مغربيه وغتبقى ديما مغربيه. رسالة المغاربة واضحة، والرد جاء هذا الصباح بتأكيد أمريكي من البيت الأبيض على أن الحكم الذاتي حل واقعي من شأنه خدمة مصالح المنطقة وفي المقدمة أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبحسب المتتبعين الأمريكيين لملف الصحراء، موقف الولايات المتحدة يبقى ثابتا رغم تعاقب الإدارات والمتمثل في دعم مقترح الحكم الذاتي حفاظا على أمن واستقرار المنطقة التي تعيش على إيقاع التهديدات الإرهابية، وبالنظر إلى أن المغرب يبقى نموذج استقرار حقيقي. نتابع في هذا الصدد مراسلة ليوسف الحميدي وحميدة مربوح. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، المغرب شريك استراتيجي، وضمن القضايا الاستراتيجية مواجهة المد الإرهابي المهدد لأمن منطقة الساحل والصحراء. ولأجل الاستقرار دعمت الولايات المتحدة دوما حلا سياسيا لقضية الصحراء في إطار حكم ذاتي تحت السيادة المغربية وفي إدارة الرئيس باراك أوباما. هذه السياسة لن تتغير. المغرب والولايات المتحدة يقويان شراكتهما الاستراتيجية، نعمل بشكل مشترك لأجل أمن واستقرار المنطقة، والرئيس باراك أوباما يدعم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب وبخاصة في موضوع حقوق الإنسان، وسيطلب من دون شك من جلالة الملك أن يعمل البلدان على ضمان وأمن استقرار منطقة الساحل والصحراء، وعلى الأخص أن يتم حل قضية الصحراء من خلال دعم المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي في الصحراء.
in the form of supporting Morocco's autonomy initiative. المغرب قام بمجهودات جبارة في الأقاليم الجنوبية لتحقيق النمو وضمان التنمية البشرية، مجهودات حياها المجتمع الدولي، مجتمع يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء لوضع حد للنزاع الإقليمي الذي طال أمده. دور الولايات المتحدة هو أن تشتغل بمعية المغرب، وعلى الطاولة يوجد فقط مقترح الحكم الذاتي. المغرب قام بخطوات جبارة، وأقول دائما إنها المبادرة الوحيدة الفعلية لحل النزاع. مبادرة تشكل الحل الواقعي والدائم لقضية الصحراء، ورغم سعي بعض الأطراف لإبقاء الوضع كما هو عليه، يتقدم المغرب بخطوات واثقة في اتجاه حل يضمن كرامة الصحراويين ويحقق الاستقرار في منطقة تتهددها المخاطر من كل جانب، ويحقق أولا وأخيرا الرغبة الدولية في حل سياسي واقعي وجدي وذي مصداقية. وورش كبير يهم الطاقات النظيفة فتحه المغرب وبات مستأثرا باهتمام كبريات الشركات الأمريكية العاملة في هذا القطاع، والذي غدا بحق مجالا واعدا في بلادنا. عودة إلى يوسف الحميدي وحميدة مربوح. في 2009 ومن ورزازات أطلق المغرب مشروعا ضخما للطاقة الشمسية يشمل إنشاء 5 حقول للطاقة النظيفة في ورزازات عين بن مطهر، فم الواد، بوجدور، وصبخة الطاح، مشاريع تنضاف إلى أخرى طاقية واعدة في المملكة تم بحثها مع كبريات الشركات الأمريكية. للمغرب رؤية استراتيجية واضحة جدا مدعومة بنجاح برنامج كهرباء العالم القروي وتنمية المشاريع الكبرى المهيكلة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو رائد في مجال تنمية برامج الطاقات المتجددة بفضل رؤية جلالة الملك في برنامجي الطاقة الشمسية والريحية. وهناك أيضا مشاريع التنقيب عن موارد الطاقة تقوم بها أكثر من 30 شركة عالمية، كل هذه الدينامية لتنمية قطاع الطاقة برؤية للتنمية المستدامة تجذب اهتمام شركائنا الأمريكيين بفضل الفرص التي توفرها. المغرب وجهة جيدة للشركة الأمريكية كي تأتي للاستثمار، وبالأخص في قطاع الطاقة سواء الطاقة المتجددة أو عبر التنقيب عن موارد طاقية، وشركتنا موجودة في المغرب منذ سنوات. الرباط تطمح إلى إنتاج 2000 ميجاوات في أفق 2020 للاستجابة للطلب الداخلي ولتصدير الطاقة النظيفة كذلك. استهلاك المغرب التي ستتضاعف في السنوات القادمة، وهذا الرهان أخذه المغرب من جهة يوفر حاجياته وحاجة الاقتصاد المغربي، وكذلك للتفاعل الإيجابي مع متطلبات التقلبات المناخية. كانت مناسبة مميزة بالنسبة إلينا كي نقدم للمشاركين النموذج المغربي في مختلف مجالات الطاقة، وخاصة نجاح كهرباء العالم القروي بولوج كل المغاربة إلى هذا الحق. القطاع الطاقي المغربي يعتمد بتوجيهات ملكية استراتيجية لانفتاح لتنميته. أوروبا ودول الخليج شركاء في هذه الرؤية الطاقية المغربية المتجددة، وبفضل مثل هذه اللقاءات يجد الشريك الأمريكي موطئ قدم في البرنامج المغربي الطموح لإنتاج الطاقة. نبقى في واشنطن، حيث أعلن المغرب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن استراتيجية جديدة للتعاون في مجال التنمية برسم السنوات الخمسة المقبلة، تهم النهوض بتشغيل الشباب وتعزيز مشاركة المواطنين في الحكامة وتحسين جودة التعليم الابتدائي. واليوم بولاية تكساس وضع سفير المغرب بواشنطن باسم جلالة الملك إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل جون كينيدي في الحفل الذي أقيم في الذكرى الخمسينية لاغتياله في العام 1963. سعيد بن عيش. تشهد مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية ومناطق أخرى في أنحاء البلاد اليوم الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، حيث تقيم دالاس التي شهدت مقتله أول المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ما يعد أحلك يوم في تاريخها.
وتشمل الاحتفالات الرسمية الوقوف دقيقة صمت في دالاس التي أطلق عليها اسم مدينة الحقد بسبب ذلك الاغتيال، إحياء للحظة التي سقط فيها كينيدي قتيلا في 22 من نوفمبر من العام 63 في ساحة ديلي بلازا برصاص لهارفي أوزفالد حسب التحقيق الرسمي. وأمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم.